أهلا بكم من جديد في برنامج من بنغازي. نتواصل معكم بعد الفاصل. ضيوفنا في هذا الجزء ليسوا كضيوف اعتياديين اعتدتم عليهم من خلال برنامجكم من بنغازي. ضيوف هم أزهار في ليبيا، هم مستقبل نسعى إليه وأن نحقق من خلالهم شيئا لليبيا، وأن تنمو ليبيا بهم وبغيرهم من أجيال أرادت أن تتنفس أيضا الحرية. في هذا الجزء نستضيف في حلقتنا شروق حسين بن صريتي، وهي طفلة من 6 سنوات تدرس في الصف الأول ابتدائي. مرحبتين بك شروق، وأهلا وسهلا بإبراهيم بازامة وهو في عمر 11 سنة وهو طالب في 5 ابتدائي تلميذ. أهلا وسهلا بك إبراهيم. نبدو من شروق. شروق، شو تحكي لنا على الثورة، ثورة 17 فبراير؟ هو معمر ومن زمان يهدفوا كان ما يحل. أها. هو ديما قاعد ويقول له يقول له ثورة ثورة، علاش يقول فيها؟ شنت بيه يقول؟ أنت شنت بيه يدير معمر؟ تبي يرحله؟ شن دار معمر؟ هو عمي موت جاته في رقبته، اسمه طاهر بن صريتي، مات في أول 17 فبراير. عمك أنت توفى في بداية الثورة؟ وين مات؟ وين توفى؟ توفى يوم المظاهرة حتى جامع، هو طالع من جامع جاته في رقبته. إبراهيم، أنت طفل وكتبت أشعار وكتبت قصائد على الثورة، شنو اللي خلاك تكتب؟ والله أنا نكتب في الأشعار والقصائد، ووالدتي تساعد فيها. القصائد أول قصيدة درتها هي نداء عاجل. حسيت إن هذا معمر قال جرذان ما جرذان، درت القصيدة هذه نداء عاجل عن سبة هذوما واحدين طاهرين، منهم خالي قاعد في الجبهة اسمه الرائد فخري بوزيد، ومنهم واحد نعرفه اسمه ماجد بحيري، استشهد يوم الكتيبة. تفرجت علي خطاب معمر انت؟ تفرجت. شو كتبت عليه؟ ها؟ شو كتبت؟ كتبت عليه قصيدة نداء عاجل. شنو تقول ترى؟ ها؟ نسمع منها شوية؟ حفظها ولا كتب؟ حفظها. باهي نسمع. يلا. نداء عاجل، نداء عاجل، نداء عاجل إلى جميع من عنده نخوة، من عرب ومن عجم، من عنده إنسانية، إلى دعاة حقوق الإنسان، إلى جميع أحرار العالم. نحن هنا، نحن هنا، نحن هنا في ليبيا، في ليبيا الحبيبة، تسفك دماؤنا وتنتاك حقوقنا، ويقتل شيوخنا وأطفالنا ونساؤنا وشبابنا بلا أي سبب، بلا أي سبب، بدون أي رحمة ولا شفقة، لا لسبب، لا لسبب، إلا أننا أردنا الحرية، إلا أننا أردنا الحرية، وقلنا لا للطاغية، وقلنا لا للطاغية، لا وألف لا، لا وألف لا، قلناها، قلناها وسنقولها لك يا طاغية. هل تعلم، هل تعلم، هل تعلم كم أصبحت ضعيفا، كم أصبحت ضعيفا وسخيفا، خاصة عندما تقول سوف لاحقكم دار دار، زنقة زنقة، لأنك عجزت عن ملاقاتنا في الميدان، رغم صواريخك والمرتزقة والدبابات، نحن نلاقيك بصدورنا العارية وقلوبنا العامرة بالإيمان، بالإيمان، انتصرنا عليك، نعم انتصرنا، وما هي إلا ساعات، وما هي إلا ساعات، بضع ساعات، ونشهز على ما تبقى من بقايا غطرستك. يا أيها الجرذ، يا أيها الجرذ، لسنا نحن الجرذان، بل أنت الجرذ، بل أنت الجرذ، أنت من تختبئ داخل التكتك في سراديب العزيزية، أنت من تختبئ داخل التكتك في سراديب العزيزية. نحن الأسود، نحن الأسود، أحفاد عمر المختار، أحفاد عمر المختار، سوف نلاحقك، وقودنا
وقودنا دماء شهدائنا، دماءهم الزكية، دماءهم الزكية التي تفجرت أنهارا تغذي ثورتنا المباركة. لنا المجد، لنا المجد، لنا المجد ولك الخزي والعار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر دائما إن شاء الله. ما اللي ساعد فيك إبراهيم في كتابة القصائد؟ والدتك تعطي فيك في مفردات، في كلمات، هي تصغ لي في الكلمات وتضبط لي في الوزن والقافية. شاعرة أمك؟ شاعرة أكيد. نوعا ما. شروق، عمك طاهر الله يرحمه اللي حكيتي لنا عليه وقلتي توفى استشهد في الأيام الأولى، عنده ابنيات كيفك هيك ولا صغار؟ في وحدة صغيرة وفي وحدة كبيرة، عندها عيل كبير وعيل كبير. بس شنو يحكوا علي عمك؟ شنو يحكوا لك علي عمك؟ يوم الضربة هم حكوا لي، بعدين ما حكوا لي شيء. بعدين شوية في الصبح قالوا لي عمي مات. بس انت كنت تطلعي مع باتك وتمشي للمحكمه، وما زلتي تمشي للمحكمه، شو تديري غادي؟ نركب على المنصه نهتف. شو تقولي؟ نهتف على ماما. شنو الهتافات اللي تقولي فيها على المنبر؟ يا محلى الاهلي يا ساده حب الطاغيه لاولاده، يا نيت وامسح لي كدي في اللي طيح نادي الاهلي، انعنك يا قتال ظنين تعفن ما تلقى. عنك يا قتال ظنينة تعفن ما تلقى جبينة. ارحل يعني حل، ارحل يعني حل، معليش شافوفه. ونحفظ حاجات واحدة أخرى ماما تكتب لي ونحفظ. تكتب لك ماما وانت تحفظ فين؟ ما عادش في مدرسة توا صح؟ شنو دايرة انت؟ أنا نعدي في المحكمة ديما بابا يشيك فيا. طبعا في الليل يشيك فيا، أصلا في الليل المحكمة تعبى، كان يشيلك في الليل، كان يشيل فيا في العشية. إبراهيم ما عادش فيه قراية، ما عادش فيه مدرسة، شنو تدير اليومين هذي؟ القراية صح نحن تغيبنا على القراية، أنا زعلان على سبة ما عديتش المدرسة وفرحان على أمور واحدة أخرى. اللي هن شنو هن الأمور الواحدة أخرى؟ شنو هن؟ على سبة تعلمنا على الثورة وتعلمنا على الوطنية وعلى الحرية وعلي هكي. والزعلان على سبة ما عادش تما نعدوا المدرسة ونقروا تعلموا هكي. تمشي تقابلي في صاحباتك، تشوفي في 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 بنات عمك وبنات خوالك واقربائك، تشوفي فيهم؟ ما فيش اصحاب؟ جاراتك جيرانك؟ لا لا شك في عمي. عمك من هو؟ اخو بابا، اخو ماما. اها حق في ديما. وين تحكي فيه؟ في المحكمه ولا تمشي لهم في الحوش؟ لا لا حق فيه في المحكمه ونمشي في الحوش. باي شنو الهدرزه اللي ديما هيك تحكي فيها في الحوش مع ماما مع بابا؟ تحكي على الثورة، تحكي على عمك، شنو تحكي؟ هو ديما بابا يحفظ فيا، بعدين هو بابا لما يرجع لي نجي ماما ترجعني، بعدين نعدي نمشي نحفظ. طبعا احنا في حلقتنا ما نقدروش نجيبوا اطفال واجدين باش نحكوا نحن وياهم، لكن جبناك انت ابراهيم وجبنا شروق باش نحكوا على الاطفال والاطفال كيف عايشين الايام هذينا في الثورة، وحنحكوا مازال نحن وياكم كيف انتم عايشين في الثوره وكيف تواكبوا فيها وتمشوا المظاهرات ولا تمشوا المظاهرات. خلينا نشوفوا تقرير كذا على اطفال مدينه بنغازي واطفال ليبيا في ثوره 17 فبراير. انتبهوا معكم مشاهدينا شنو يديروا اطفال ليبيا في ثوره 17 فبراير، ونكملوا هدرزتنا ان شاء الله بعد ما نشوفوا التقرير مع شروق وابراهيم. كونوا معنا. الطفولة بمعانيها الطهر والنقاء، ترفض الضيم وتختار الإباء، تردد نشيد العزة والكبرياء في شموخ يعانق عنان السماء. لم يسلم من بطش القذافي وزبانيته الأطفال على اختلاف أعمارهم،
فهم لم يراعوا حرمة لامرأة أو طفل أو شيخ كما عادة المجرمين. عمر قذافي. أطفال ببراءتها تزين المكان، يلعبون يمرحون، علهم يتناسون الجرائم المرتكبة في حق إخوانهم الأطفال. أنا عضو في جمعية نسيم الحرية، جايين هنا أن نشاركوا الأطفال في وندخلوا لهم البهجة والسرور، وإن شاء الله تنحل الأزمة وننتصروا وتبقى ليبيا حرة. الوطنية تتجسد فيهم، فهم يحاكون ما يرون، فنجدهم يرسمون علم الاستقلال المعبر عن ثورتهم. قول لمعمر أن يطلع خيلي، لأن قتل بلادنا في بسليم وقتلهم في مصراتة وسرت وصبراتة وبن وليد. قول له أن يطلع خيلي، لأن نحن التوار حنجو، نحن التوار حنجو. طفلة ثائرة في الميدان تقود جموع الثائرين، تؤلف هتافات وتحفظها متأثرة باستشهاد عمها، فنراها كل يوم هنا. معليش أطفال جدابيا يوجهون نداء في أغنية بلغة عربية وإنجليزية على القذافي أن يفهمهم، يجسدون فيها بشاعة المجرم في حقهم كأطفال وفي حق وطنهم، مطالبين بالحرية والسلام. من بنغازي، منير يوسف، قناة ليبيا. بعد شفنا معكم مشاهدينا التقرير، نرجع من جديد لشروق وإبراهيم. شروق، أنت عندك مقطع فيديو نشوفه في التليفون في الموبايل وأنت تهتفي قدام فندق تبستي، صح؟ اه. أمتى كان الفيديو هذا مصور؟ هذا كانت في مظاهرة، بابا قال لي هاي تحدي المظاهرة، قلت له به، عديت ودفت طلعوني في المظاهرات. تمشي ديما المظاهرات لما يكون في مظاهرات؟ تمشي تهت فيه، يحطوا فيك فوق كتوفهم بابا ومنخرة تمشي معاه؟ عمي. لا بس كويس. إبراهيم تمشي للمظاهرات؟ نمشي من الأيام الأولى. أين أيام؟ أيام الأولى للثورة. الثورة أول ما مشيت. شو كنت قبل ما نحكوا على المشاكل المظاهرة، شو كنت تسمع أيام الأولى اللي كان فيه الرصاص وفيه يعني قتل؟ أنا بصراحة في المحكمة من يوم 18 فبراير. تمشي مع ماما؟ آه. شو تسمع من قصص؟ أول قصة سمعتها هي قصة سجن مسلم. أول قصة سمعتها قصة سجن مسلم. طبعا طاغي هذا معمر دز عبد الله السنوسي وطلعوا 1200 واحد من سجن مسلم وقتلوهم كلهم. ما صادفتش تلاقيت مع حد من الاطفال في الساحة قدام المحكمة يكون عنده حد متوفي، حد مستشهد؟ شنو يحكوا لك؟ يحكوا لي لقيت وحدين من مسلم وحدين في الكتيبة وحدين باهي. صدفت مع مثلا مع واحد من اللي أهله أو والده أو عمه متوفي؟ صدفت في واحد في مسلم. صدفت واحد عليه إنه هو قاعد من غير أب مثلا أو من غير أخوه أو من غير عمه، شنو يحكي لك؟ والله أنا مرة حقيت واحد من مصراته، هو ما كانش قاعد، كان برا برا الحوش، وهلا كلهم قاعدين في الحوش، جاتهم دبابة طقت على الحوش، هلا كلهم توفوا. جاء هنا البنغازي حكى لي قصته. قاعد بروحته وهو هلا قاعد هو وعيال عمه. ردوا نحكوا على المظاهرات، يعني في مظاهرات
عادة وما زالت تصير يعني تمشي تشارك فيها مع والدك مع والدك؟ تشارك فين؟ تقريبا كل المظاهرات انا فيها اطفال واجد يمشي المظاهرات؟ فيها اطفال واجد ونمشي مرات انا وامي انا وباتي مظاهرات. شنو الحاجة الغريبة شروق اللي انت كي طفلة صغيرة، شنو الحاجة الجديدة اللي شفتيها في بنغازي ما كانتش قبل الثورة؟ كانت بنغازي هي مدرسة ونية بعدين هو بطل المدرسة بك. بس هذا من؟ ماما. هو اللي وقف المدرسة؟ ليش؟ عشان الثورة. بس بس به في الايام الاولى وين كنتي قاعدة؟ كنت في حوشنا هنا في ليبيا. في حوشكم؟ شنو يحكي شنو القصص اللي تسمع فيها؟ انا نسمع في عمي مات ونسمع في الطريق، بس مره جاتنا طياره في الصبح طاحت في جنينة هنا. انت وين تسكني؟ راس عبيده. راس عبيده. باهي لما تسمع في الرصاص وتسمع في الطلق شنو يحكوا لك ماما وبابا؟ يعني اكيد سالتي قلت لهم شنو الصوت هذا وشنو فيه برا صح؟ اه. شنو حكوا لك؟ قالوا لي هذا معمر يضرب اغنية بس. بس بس ابراهيم يعني تو نحن قاعدين في ثورة وفي مدن اخرى في ليبيا تعاني كيف مصراتة والحمد لله توا مصراتة وضعها افضل ان شاء الله من قبل. شو كنت تشوف في الصوره في التلفزيون؟ تتابع في التلفزيون في الاخبار في النشر؟ سيبت الرسومات قعدت تتابع في النشر؟ شنو الصوره اللي تشوف فيها؟ والله مصراتة توا تحسنت كويس، بس وجدين في اللي فقد خوه وفي اللي فقد باته وفي اللي فقد امه وجدين، ومصراتة خلاها دمار، بس إن شاء الله تو حتقعد مدينة سمحة وكويسة إن شاء الله. بيه أنت شنو القصيدة الثانية اللي نقدر نسمعها؟ على مصراتة. شو تقول؟ ها؟ نفتح النوتة يا وين راحته؟ ها؟ لا كيف؟ طويلة هي؟ لا هي. يلا بسم الله. بسم الله. مصراتة يا مدينة الصمود، يا أرض جهاد الجدود، يا منبع الرجال الشرفاء، يا موطن الكرامة والإباء. مصراتة يا تباشيرا تلوح، نحيي صبرك بمنتهى الخشوع. مصراتة الصامدة الأبية رغم المدافع والكتائب الحربية، رغم الجوع والألم، رغم القهر والظلم، رغم القناصين، رجالها دائما صامدين، رجالها دائما صامدين. مصراتة يا مدينة الصابرين، لقدت درسا للعابثين. مصراتة يا نزيف الدم، يا حزننا وهمنا والألم، أيدينا مرفوعة كل يوم، أيدينا مرفوعة كل يوم بالدعاء، أملا في الله ورجاء، رجاء في تحقيق النصر ويقينا في انبلاج الفجر. مصراتة شبابك الشهداء، والله لن تضيع دماءهم هباء، دماءهم الزكية هي الوقود، هي السبيل إلى الحرية. مصراتة قلتم صبرك صبرك، وبأيدينا نحفر قبرك، فهيا أعد هذا القبر، فالقذافي صار يحتضر. مصراتة يا مدينة الصمود، يا أرض جهاد الجدود. وهذه القصيدة من اللي ساعدك فيها؟ أنت يا ماما؟ ساعدتني فيها. باي قصة القصيدة كيف جت؟ أول ما مصراتة بدت تحرك وني والكتاب بدو يخشوا فدرت هذه القصيدة. شروق شو انت بتقولي هيك في برنامجنا اليوم بنغازي لمعمر؟ انا عندي قصيدة عليه.
باه شنو هي ترى نسمع؟ يابا عباقهوية شعبك يريد الحتم والحرية، الله ياخدك يا ابو عباقهوية يا ابو عبا مسروطة، خليت راسك من افعالك لوطة، ارحم من اي دولة افريقية، ديالك الستة معاك والبنية، الله ياخدك يا ابو عباقهوية يا ابو عبا صوف، من شعبك ما زال يا ما تشوف، تميت متهلوس وميت خوف، في باب العزيزية هدفنا وقلنا معاد نبوها جمالية، جايين غير اصبر علينا شوية، الله ياخدك يا ابو عباقهوية الله ياخدك يا ابو عباقهوية. وذكرتني بصديق والله ان شاء الله يكون يتابع فينا في هاللحظات هذينا. شنو تحكوا الاطفال العيال الصغار في طرابلس في المدن اللي في المنطقه الغربيه، شنو بتقول برايك؟ يقولوا لهم اللي في طرابلس وسرت وسبا ثوما خلاص اطلعوا مظاهرات حتى ولو الكتيب جنكم، حتى ولو الكتيب جنكم عادي، على الاقل تطلعوا مظاهرات تخلوا طرابلس تحرر، ليبيا كلها تحرر. شروق شنو بتقولي؟ شنو بتهتفين تو في نهايه الحلقه بهتافات؟ مصراته هي مصراته تحرق سيف وتحرق باتا، مصراته هي مصراته تحرق سيف وتحرق باتا. اها شنو اخرى؟ بالروح بالدم ناديك يا مصراته، يا مصراته قنك حاجه خليتي هالساق دجاجه. نحن كنا سعداء بانكم انتم موجودين معنا. في حاجه تبي تقولها ابراهيم؟ شنو هي ترى؟ نية تحلم الطفل. نسمع. حلم طفل، انا طفل كبير وجراحي اكبر بكثير، انني انمو ببطء وهمي يكبر بسرعه، اعجز عن اللحاق بها حتى صرت رجلا في جسد طفل، رجل انا رغم انفي من صادر احلامي واغتال طفولتي وطعن براءتي، رجل انا حذفت من ذاكرتي مقاطع طفولتي وحلت محلها مشاهد القتل والدمار والخراب. نكتفوا بالابيات اللي سمعناهن ونشكرك انت ونشكر شروق. شكرا شروق لانك كنت معنا في برنامج بنغازي، شكرا ابراهيم لانك كنت معنا في برنامج من بنغازي. طبعا هيك نحن وصلنا بكم لختام حلقتنا مع ابراهيم ومع شروق، وايضا نشكر الدكتور عبد الحميد الكبتي اللي كان معنا في الجزء الاول، ومحمد الجيار ونيروز العنيزي، وسنبقى باذن الله من بنغازي حتى نصل الى العاصمه طرابلس. الى اللقاء، شكرا. We'll be right back.